في مدينة ألاق مساء أمس تظاهرة سياسية نظمها مناضل حزب الإنصاف على مستوى الولاية، وقد أبرزت هذه التظاهرة التي حضرها لفيف من المنتخبين ما تحقق من إنجازات لصالح سكان الولاية والجهود التي تبذلها الدولة في إطار الدفع بعجلة التنمية المحلية وتسريع النفاذ إلى الخدمات الأساسية في كافة مناطق الولاية التي شهدت في السنوات الأخيرة إطلاق رزمة من المشاريع التنموية والاقتصادية الهامة حسب تصريحات المتدخلين. كما أكد مناضل الحزب على ضرورة دعم ومساندة خيارات برنامج رئيس الجمهورية الهادف إلى الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين والحد من مختلف الغبن من مخلفات الغبن والتهميش في كافة ولايات الوطن. وفي السياق ذاته نظمت الاتحادية الجهة